في رسالة كمان بتقول بابا متوفي من 35 سنة وأخويا هو اللي بيقوم بجمع الإيجار من المستأجرين ويباشر الأرض بشكل مستمر وبيدي كل أخ نصيبه بشكل ودي بدون مستندات، وعند المطالبة بنصيبي في الميراث رفض وقال أنا مالك كل شيء، نعمل إيه؟ طيب دي 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 من الحاجات اللي احنا بنقول عليها ايه، الميراث والملكيه الشائعه. يعني اب توفى وسايب ارض زراعيه وعماره وايجارات. احنا يعني هنتذكر قلنا ايه، لو واحد ما بيسالش في ماله لمده 15 سنه اصبح انت المسؤول عن انك ما بتسالش في مالك 15 سنه، وانت والشخص الثاني اللي بيدير او المالك الظاهر قدام الناس تمام هو اللي يبقى مالك وياخد الملكيه. في قوانين الميراث والشفعه لا، القانون مد بقى ال 15 سنه دول، خلاهم 33 سنه. يعني ده استثناء، يعني مثلا خمسه ستة اخوات وواحد فيهم عايش بره واخوه اللي بيدير، ما ينفعش اجي بعد 15 سنه اقول له انت جاي تسال عن حقك، ده كنا سمعنا احمد فوزي في برنامج قال اللي ما يقعدش، لا 15 طويل، اللي ما يقعدش يسال عن حقه 15 سنه يتقادم واخد وضع يد واذا كانت في نيه التملك وشويه حاجات تاني كده. ده 35، لا اقول له لا، القانون الاستثناء في المال الشائع 33. طب الراجل هنا بيقول 35، يعني معنى كده انت بتقول 33 يعني كده خلاص برضه هي لا. نرجع بقى نشوف هو الراجل ده لما كان بيلم الايجار من حضرتك كان انت كنت عارف انه بيلمه بصفته الملك الوحيد والملك الظاهر وبنية التملك، ولا لا ده بيلم عن اخواته؟ هنا بقى هتبحث الحته دي. لو الشخص ده كان بيلم الاجره وبيتعامل على الشيء بصفته احد الملاك واخواته مفوضينه مفيش تقادم لغايه دلوقتي، لان حقهم محفوظ. ما حقهم محفوظ، ما يقلقوش. لا هو الراجل ده ظاهر بمظهر ان هو اللي بيتعامل وهو المالك وغير ايصالات الكهرباء وغير الكهرباء، كل امور اللي تدل على انه نوى ان الملك والحيازه يستحوذ عليها وتبقى باسمه ارفع الله. يبقى الراجل ده بعد 33 سنه مش هنقدر نعمل معاه حاجه. وهم بيقولوا في رسالتهم انهم كانوا بياخدوا منه بس بدون ورق، بالظبط بدون اوراق. فهي دي برضو يا جماعه خطر، يعني احنا حتى لو اخوات، عشان الاخوات ممكن ولادهم بعد كده في المستقبل بيجوا اولاد ورثه بقى اولاد، يعني ممكن احنا مجموعه اخوات متضامنين مع بعض وكويسين جدا، يطلع بعد كده اولادنا ما يعرفوش يبقوا زينا كويسين صح مع بعض. فنعمل اتفاق اللي هو بنقول ايه، فوضنا نحن فلان الفلاني في تحصيل الاجره وفي اداره المال عشان ما يحصلش نقل للنيه دي، ويبقى نقدر نقول كده ايه الموضوع مفتوح 100 سنه. احنا ده تفويض، زي كاني انا عامل لك توكيل تديري حاجتي. تمام.